المغدورة خيزران وينها؟ شوفي شوفي. أنت الحكيمة يلي عالجت خيزران؟ اي نعم تفضل. أنا أبو جودة رئيس مخفر الأربع حارات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعم منك. وينها؟ تعبانة نايمة. بدي حقق معها. سيد أبو جودة ما في. أوعك أبو جودة ما بينقل له ما فيك. أنا اللي بقول. مزيان وراي. لو سمحت من بعد إذنك. لو سمحت بعد إذنك. مثل ما لك شايف سيد أبو جودات، المريضة نايمة ما رح تقدر تحقق مع اليوم. وين أنت بتفيق؟ أغلب الظن راحت لبكرة. معناها بكرة بيجي وبحقق معها بس تفيق. بس إذا ضل الوضع هيك ما فينك تحقق معها. أوعك أنا أبو جودات رئيس مغفر الأربع حارات، ما حدا بيقول لي ما فيك. أنا بقرر يا بيجي يا ما بيجي، يا بيصير يا أما ما بيصير. شو اسمك أنت؟ دكتورة نسيمة. دكتورة نسيمة. عندك ميكروكروم وقطن؟ ايه تكرم عيونك. جهزي لي اياهم لبكره، بدي اجي اخذهم وقت اللي بحقق معها للمغدوره. هسه هيك وراي.